دكتور لما برجي موجودة معنا اليوم لحتى تحكينا عن البوتوكس، البوتوكس يلي هو حديث الناس حالياً. صباح الخير. صباح الخير. حضرتك اختصاصية أمراض جلدية. لما بنحكي عن البوتوكس دايماً بيروح تفكيرنا على التجميل، ولكن البوتوكس كمان يستعمل لأغراض صحية، لأمور طبية أيضاً. بدك بالبداية تعرفينا عن البوتوكس. اوكي، انا نقيت هذا الموضوع لانه ثلاث ارباع اذا مش كل المرضى لما يجوا لعندي ليستعملوا بوتوكس للتجميل ما بيعرفوا شو البوتوكس، بيقولوا لي بدنا نحط بوتوكس هون ولا بنحط فيلر، ما بيعرفوا الفرق بيناتهم، ومش شغلتهم يعرفوا الفرق بيناتهم، شغله الحكيم انه يشرح لهم كل التفاصيل. يعني ما لازم واحد يحط شيء بقلب وجهه او بقلب جسمه ما بيعرف شو هو، لانه له عوارض جنبيه لازم يعرف شو يتنبأ لبعدين شو ممكن يصير. وفي اشياء فيلرز بيروحوا بعد 6 أشهر في بينهم بيبقوا العمر كله، لازم يعرف شو هو الشغل اللي بقلب وجهه، لانه ممكن اذا حطيت فيلر ثاني يتفاعل معه وما بيسوى. سو لازم يعرف كل واحد شو عم بينحط بقلب وجهه. هذيك المره اجت مريضه عندها فيلر مش عاجبها، بدها تشيله، ما قدرنا نشيلها يلا ما بتعرف شو هو. سو كثير مهم انه الواحد يعرف شو اللي عم بينحط بوجهه. يعني عاده ودائما بيشددوا الاطباء الاخصائيين بانه لازم المريض يطلب هالورقه يلي هي ماركه البرودكت يلي عم يستعمل ويخليها معه، مش بس بوقتها، لكن قد ايه مهم هون انه تبقى معه على المدى الطويل من شان اذا بده يرجع يغير طبيب او يستعمل انواع ثانيه. يعني اكيد رح نحكي عن العوارض الجانبيه اللي بتكون ممكن مؤذيه جدا يلي عم بتصير اوقات للاسف. واكيد دائما تشديد انه يروح الشخص عند طبيب. يعني عم بيصير في شويه لغط على الموضوع، في عوارض جنبيه. هلا نحن اليوم عم نحكي عن البوتوكس، جمعه الجايه حنحكي عن فيلرز. الفيلرز شوي اكثر بخوفه من البوتوكس. البوتوكس المنيح فيه للبوتوكس انه لما يفوت على قلب الوجه او يفوت على قلب العضل بضله بس 6 أشهر، من بعد 6 أشهر بيروح نهائيا. فاي عوارض جنبيه ممكن تصير بنعرف انه بعد 6 أشهر حيروح نهائيا، يعني ما بيبقوا على عمر كله، ما بيعملوا سايد افكتس ممكن يداينوا لفتره طويله. بس بنسمع اوقات انه انشل هالعضله بالوجه او انشل هال بتم اجمالا بيصير في مشاكل بالعيون بمناطق معينه من الوجه، بنسمع انه صار في شلل، هل هالشلل ممكن يدوم على طول؟ ما مثل ما عم بقول هو 6 أشهر وبروح نهائيا على الاكيد. هلا لا نحكي شو هو البوتوكس اول شيء، شو هو ليه عم بيعمل هيدا الشيء. صح، البوتوكس هو الاسم المعروف فيه للماده اللي بنستعمله، مثل التيشو بيبر او المحرمه نحن بنقول لها كلينكس، بس هي ما لها كلينكس، بس هي الماركه المشهوره هي كلينكس. نفس الشيء البوتوكس، الدواء منه بوتوكس، دواء اسمه باتشلاينم توكسين، والماركه الاكثر شيء معروفه هي البوتوكس، بس في كثير ماركات غيره، في نيورينوكس، وفي اذا غيرنا شوي فيها في بيبقى ماركات اكثر، ديسبورت، زيومن، ففي كثير ماركات من البوتوكس. هيدا لازم واحد يعرف الفرق لانه اي نوع عم بيستعمله. نعم. البوتوكس مثل ما قلت هو هيدا الباتشلاينم توكسين بيجي من بكتيريا اسمها كلوستريديوم. لاحظوا انه هيدي البكتيريا لما العالم كانت عم تمرض من هيدي البكتيريا، وكانت تصير قبل اكثر لانه كانت تصير بالاكل اللي مش معقم مزبوط، كانوا عم ينشلوا، فلاحظوا انه هيدي الماده اللي بقلب البكتيريا بتعمل شلل للعضل، فشالوها اكيد بكميات صغيره ومدروسه واستعملوها ليشلوا، يستعملوها اول شيء باي مرض له علاقه بعضل كثير عم تشتغل عم تتشنج. يعني مشاكل بالعضل، مشاكل بالاعصاب، استعملوها اول شيء لهالشغله. هيدا عم نحكي بالثمانينات. بعدين لاحظوا وكانوا يستعملوها اكثر شيء للعيون، اللي عندهم حول بالعيون لانه العضل بتكون عم تشتغل زياده، يستعملوها يلاقوا انه العضل ارتاحت صار العيون احسن. لاحظوا لما عم بحطوها بالعيون عم بروح التجاعيد، فتقريبا بال 2002 بلشوا يستعملوها للتجاعيد. كثير حلو، حلوة هالقصة ما بنعرف. معناتها أكيد بديت إنه تستعمل لأغراض طبية، ولكن اليوم عم تستعمل كثير بالتجميل. رح نحكي عن هالشقين اليوم، أي متى بنستعملها للتجميل، أي متى بنستعملها لأي أمراض ممكن تساعدنا بالتجميل. يعني مثل ما تفضلت وذكرت كثير الناس بيلخبطوا، بدي اعمل فيلر، بدي اعمل بوتوكس، ولكن هن شغلتين ما لهم علاقه ابدا ببعض. لاي مناطق من الوجه او الجسم ممكن نعمل البوتوكس للتجميل؟ البوتوكس مثل ما قلت شغلته انه تشيل العضله، فنحن وين ما في تجاعيد سببهم من حركه العضل بيروحوا على البوتوكس. يعني نحن مثلا الجبين اكثر مثلا بنستعمله بالجبين، بالجبين نحن كل ما نرفع، هلا انا مش كثير في اعطي المثل انا عامله بوتوكس، بس كل ما نرفع على الجبين العضل تبعيت الجبين بيرفع الجلد بيتحرك معه. فاذا نحن مثل هيدي الورقه، هلا هيدي الورقه ناعمه، اذا ضلينا مره على مره نطويها ونريحها، نطويها ونريحها حيعلم محلها. نفس الشيء على الجلد، اذا ضلينا نحرك على العضله وتتحرك الجلد فوقها مع الوقت حيبلش يعلم.
فاذا حطينا بوتوكس بالجبين مثل هيدول، يعني هيدا هو مثلا عم بعطي، كل ما يتحرك العضل عم يتحرك الجلد، مع الوقت عم ببلش يعالمه اللاينز وبيبطلوا ريد اكسبريسيون مثل ما بنقول، بيبطلوا بس للتعابير، بيصيروا دايمين حتى ولو ما عم نحرك. لانه مثل ما عم بقول مثل هيدي الورقه، اذا ضلينا مره اول شيء بتبين التعجه بس لما نطويها، بس مع الوقت حتصير تعلم هيدي التعجه. اذا حطينا بوتوكس هون اللي بيصير انه بتنشل العضله، بنبطل نحن عم نحركها للعضله، الجلد اللي فوقه بطل عم بيتحرك، ببطل يتحرك الجلد، ببطل يبين التجاعيد. اوكي، بس هون مهم يمكن انه نفرق بين تجاعيد التعابير، تعابير الوجه لما بيكون الشخص منفعل او عم بيخبر او عم يضحك او عم يعبس، وبين التجاعيد اللي بحاجه لبوتوكس. يمكن صار في شويه يعني كيف بدنا نقول عم نزيدها شوي بالامور، مبالغه بالموضوع، بانه ما بقى بحبوا الاشخاص حتى هن وعم بيعبروا انه يبينوا التعابير. هذا الشيء صحيح، هذا الشيء غلط. يعني انا دائما بقول واحد لازم يعمل بوتوكس اذا مثلا اللي عندهم عبسه، في ناس عندهم عبسه كثير قويه، بصير بعلم عندهم هون، بصير بعلم عندهم هون مثلا اذا بتعملي له بوتوكس، ببطل انت لما تحركي لما تعبسي ببطل هالقد يتحرك العضل، بتبطل تعلم محلها. فلازم نحط انف بوتوكس هيك ما كثير تتعج الجلده. بس كمان يقدر واحد يعبس، يعني اذا واحد عم بعيط على ابنه او على بنته بفكره مبسوط، لازم يكون في تعابير بالوجه. هيدا الشيء كثير مهم، وهيدا هلا صارت اكثر عم بيرجع العالم. اول ما بلش البوتوكس كانوا يحطوا كميات كثيره، كانوا يحبوا الفروزن فيس مثل ما بنقول، لانه ما بتقدر تحركيها. هلا عم بيرجع يلاحظوا العالم انه احلى يكون في شويه تعابير، بس اكيد يستعمل يعني كميات مدروسة. دكتور لما برجي نحن رح نتابع حديثنا، بناخذ وقفة سريعة ونرجع. نرجع لفقرة سانتي مع دكتور لما برجي حريري، اختصاصية بالأمراض الجلدية، وحديثنا اليوم عن البوتوكس. صباح الخير من جديد. دكتور حكينا عن كيف اخترعوا البوتوكس، كيف كمان كان بالبداية يستعمل لأغراض طبية، ولكن اليوم بتجميل مثل ما تفضلت وقلتي لنا أنه كان في مبالغة شوي بالبداية، اليوم عم ترجع الأمور تكون طبيعية شوي أكثر. بس هل يعني ببعض الأحيان المريض بيطلب من الطبيب انه يبين، بده يبين انه نعمل الوجه، شو النصيحه يلي يعني بنعطيها له؟ يعني نحن اكيد بننصحهم، بنقول لهم هيك احلى، بنعطيهم اكزامبلز، بنفرجيهم صور. انا بيرسونلي اذا حدا ضل مصر انه بده شيء انا ما بلاقيه حلو، بقول له يروح لحدا ثاني. لانه بالاخر النهار انت اذا عم تشتغلي شغله من قلبك وبتحبيها بتطلع حلوه، اذا عم تشتغلي وانت مش مقتنعه ما حتزبط. فانا هيك بقول لهم من الاخر. وقليل العالم اللي بتعارض، يعني بالاخر هن جايين عندك كدكتوره لانه بيوثقوا فيكي فبدهم رايك، فولا مره بتصير، عاده قليل ما تصير. وين عم يستعمل بالوجه البوتوكس؟ اوكي، سو بالوجه اكثر محلات نستعمله للعبسه، للجبين، وللضحكه. هول بيقولون كروز فيت، لما نضحك في ناس ببين عندهم هدول اللاينز. اكثر ثلاث محلات اللي هن مستعملين فيهم هن هون، بس هلا عم بيستعملون اكثر واكثر. كمان عم بيستعملون هلا عندي كم صوره، شيء اسمه هيدي الفراون لاينز قلنا، هاي واحدة من المحلات بيستعملون. عم بيستعملون كمان لمحلات اسمهم الباني لاينز. كمان في ناس لما يضحك ببين عندهم تجاعيد هون حد المنخار. اكزاكتلي ببينه هون. ما بدي اطلع بالمرايه هلا. هي هون هون اكزاجر، يعني هون كثير عندها. يعني اذا بتحطي شوي بالمصل اللي هون على المنخار بتريحيها، ببطل يبينوا هدول التجاعيد. نعم. بيستعملوها كمان بالجامي سمايل. في ناس لما يضحكوا الشفه الفوقانيه، المصل اللي بالشفه الفوقانيه بتشتغل شوي زياده، فاللي بيصير انه بترفع وبيبين النيره، بسموها جامي سمايل. اذا بنحط شوي مثل ما هون مبين، اذا بنحط بالشفه بالمصل تبعت الشفه الفوقانيه ما عادش بتطلع هالقد، فبتبينه لساعه النيره. وما في لها اي عوارض جانبيه بالحكي هون؟ هلا المشكله انه نحن مثل ما عم نقول لازم تنحط بالعضله المضبوط، يعني العضله المضبوطه. اذا انحطت بعضله غلط ساعتها ببين العوارض الجنبيه. شو بيصير؟ يعني مثلا اذا بتم انحطت تو ديب، نحن عاده مثل ما عم نقول عم نستعملها للعضله اللي دغري فوق تحت الجلد، لانه هي اللي عم بتحرك الجلد اللي فوقها. اذا نزلناها كثير العضله اللي تحت، يعني اللي جوا اللي بنستعملها نفتح التم، ممكن مثلا ما نقدر نفتح التم. لانه انت عم بتشل العضله، اذا كثير فاتت لجوا ممكن ما تقدر تنفتح التم. واو، هدول ما عاده بيصيروا، لانه اللي المفروض اللي عم يعمل بوتوكس يكون يعرف كل عضله بالوجه شو هي. عندنا فوق ال 500 عضله بالوجه، المفروض يعرف كل وحده شو هي، كل وحده شو شغلتها، هيك يعرف وين يحطها مظبوط. بس ما بتفرق شوي؟
اذا يعني بتحطيها مظبوط بنعرف انه الشغل بيكون على شغل دقيق اكيد يعني. شغل دقيق بس مشان هيك غلط كثير قبل بزمانات كان مش بس الدكاتره عم تحط بوتوكس كان مين ما كان عم بيستعمل البوتوكس فهيدي شغله كثير مهمه يعرفوها انه عن جد بتفرق شوي صغيره لازم اللي بروح عنده يكونوا واثقين منه مشان هيك كمان نروح عند اختصاصي أكيد. مش عند اي شخص للجسم كمان عم يستعمل البوتوكس للوجع الراس قد ايه بيفيد للمايغرين هلا بيستعملوه بحطوه بالراس للمايغرين بفيد حسب اي نوع مايغرين واحد عنده هلا كيف بيشتغل بالمايغرين ما كثير بنعرف التفاصيل يعني ما بيشتغل كيشل العضله بالمايغرين بيشتغل بطريقه ثانيه لها علاقه بالدم والفاسكولار يعني الشرايين اللي بالراس ما بنعرف بالضبط كيف بيشتغل بس ممكن يساعد بيشتغل كمان نحن بنستعمله كمان تجميل بالرقبه كمان واحد مع الوقت بالرقبه بصير في تجاعيد اذا حطيناه هون شلينا العضل كمان بخفف تجاعيد الرقبه هل تجاعيد الرقبه يلي بنشوفهم هيك هن بس بدهم بوتوكس هلا يعني اكيد مش بروح ما بروح نهائيا بالبوتوكس حسب ممكن نعوز فيلر يمكن كمان حسب قد ايه هن ديب للجسم اي مناطق وليه للجسم عادة نستعمله أكثر شيء تحت الباط للعرق العرق الزايد لأنه كمان سبب من الأسباب العرق الزايدة هي نحن لما نحطه بالعضلة نشيل العضلة هو عم بيشتغل على مالكيول بقلب العضلة يوقفه كمان هيدا المالكيول نفسه بتسبب عضل عرق زيادة فبتشتغل عليه لهالمالكيول بخفف العرق تحت ال بس هون ما له عوارض جانبيه ما له ضرر للانسان اكثر شيء لانه مثل ما قلت بعد 6 اشهر بيظهر من الجسم نهائيا فما انه شيء بقلب الجسم مسن بيبقى على طول وشغله ثانيه انه نحن اذا ما شغلناهم لهول السويت جلاندز اللي بيطلعوا على العرق ما عم بيطلعوا على العرق يعني الناس بتخاف انه العرق عم بينحبس جوا بس نحن عم نوقفه من اوله العرق من عملهم يعني ما عادش عم بيطلع بالمره العرق لبرا يعني مش مثل ما الناس بيفتكروا انه هالمي بتصير تتخزن بداخل هيك الجسم كل العالم هيك بتسال هذا السؤال مش مزبوط لانه نحن العرق مش انه عم بيطلع عم ينعمل بس مش عم بيطلع لبرا بطل ينعمل بالمره العرق يعني لما بنحكي نحن عن هالعوارض الجانبيه بالوجه نحن دائما بنخاف من الشلل ولكن في اوقات تشوهات بتصير بالوجه يمكن صحيا منا مضره ولكن شكليا مضره جدا وبيضطر شخص انه يصير محبوس بالبيت لما بيصير في مشكله من هالنوع هل في علاج سريع او في طريقه ثانيه بينعمل فيها بوتوكس بمحل ثاني يمكن لحتى يظبط هالضرر لا هيدي المشكله انه صار في شيء اذا صار في شيء مثل اللي بيصير اوقات انه على عيون اذا قربنا كثير لعضله العين بتنشل عضله العين بتقشط العين وهي بنشوفها اوقات كثير مثل ما عم تقول طبيا ما فيها شيء غلط بس بالشكل بيصير كانه العين قاشطه فالمشكله انه ما في شيء بنقدر نعمله لنشيل البوتوكس لبنا نعمله انه ننطر ليروح مفعوله بدنا ننطر ليروح المفعول يعني 6 اشهر يعني تقريبا من 3 اشهر ل 6 اشهر حسب الشخص في ناس بتضاين اكثر عند البوتوكس هي صعبه شو هن الاشياء اللي ممكن تتشوه بالجسم مثل ما عم بقول اذا حطينا بالعضله الغلط يعني مثلا نحن لازم نحط هون للعضله هون اذا قربنا اذا نزلنا كثير وصرنا على الخد بصير انه بيقشط التم لانه هيدي العضله اللي بترفع التم ما عادش عم تقدر ترفع بيقشط التم اذا قربنا كثير على العين هيدا هو اللي انا عم بقول عنه لحد العين اللي عاده نستعمله نعم اذا نزلنا كثير ممكن تقشط العين اوقات بنشوف حاجب كمان طالع اكثر من حاجب بيكون يعني بيكون بالجبين معلينه ومحطينه بمحل مثلا محل هون حاطين اكثر من هون فواحد بيعلى وواحد بيوطى ممكن يصير هيك شيء المهم انه طبيا ما في شيء بخوف بس اكيد الواحد لازم ينتبه لهم بالنسبه لفتحه العين كمان يعني بنصير نسمع اوقات بتعرف دكتور انه ما بيعود فيها ست اوقات تغمض عيونها مثل ما لازم يعني هون شو بيكون عم بيصير كمان العين هيدي العضله اللي عنا اياها هون بتساعدنا نغمض العين اذا انحطت بطل تشتغل هالعضله مزبوط بصير بطل في وحده عم تغمض ما فينا نعمل شيء ثاني هلا مشكلة البوتوكس مش مثل الفيلر، الفيلر بالجمعة الجاية حنحكي عنه، الفيلر إذا انحط بطريقة غلط في له دواء بينحط بدوبه، بس البوتوكس ما له شيء يروحه من الجسم. بس إنه عم نحكي عن شخص ما في يغمض عيون في نايم هلا بضل بحطوا هلا عادة ما بتوصل لهالمرحلة إنه بالمرة ما يقدر يغمض، بصير عنده مشكلة بتغمضة العين، بصير يحط قطرات كرمال يخلي العين مرطبة، إيه يعني هون عن جد كثير مهمة التوعية إنه الأشخاص ما يتوجهوا إلا عن شخص اختصاصي إجمالا اختصاصيي أمراض الجلدية أو التجميل عم بيكونوا هن مسؤولين عن هالموضوع شكرا لهالتوضيحات دكتور لما برج حريري أهلا وسهلا فيك لهون مشاهدينا بتكون انتهت حلقة ام تي في الايف لليوم الموعد بيتجدد طبعا بكرة على الساعة 8:30 بدي أتمنى لكم بداية أسبوع كلها نشاط وكلها حيوية باي باي I can feel my face when I